كرة تجاوز سهيل برادية، ثم التصويبة والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الجامبي. إذن أولى الأهداف من جانب المنتخب الجامبي في هذه المباراة. بالطبع الهدف الأول من جانب المنتخب، ونينجي كان سجل. إذن هدف مقابل صفر بالنسبة للمنتخب الجامبي. والإعادة للمحاولة الأخيرة، اللاعب ناسي كان هرب من الجهة اليسرى ووزع، ونينجي كان سجل. إذن هدف مقابل صفر حاليا من جانب المنتخب الجامبي في الشوط الثاني، وكرة كانت في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. شوفوا كانت التصويبة الأخيرة من نيانسي، التونسي يستفيد من بعض الأخطاء اللي ارتكبت الآن. ومنصري وصوف الفرصة والهدف الثاني، الهدف الثاني من لاعب رقم 14 مرة أخرى، وهو نياسي سايني. نياسي يتمكن اذا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85، خمسة دقائق قبل نهاية هذه المباراة. نياسي يضعف النتيجة لفائدة المنتخب الغامبي ويخلي المهمة صعبة في الخمسة دقائق الأخيرة عبد الرحمن. ولكن المنتخب التونسي كما قلنا مباراة تحضيرية اختبارية، ولكن يجب يستفيد منها كأحسن ما يكون. اللاعبين الكل جربهم المدرب، ولكن هل ان الاداء كما قلنا في هذه مثل هذه المقابلات قبل مده قليله بامكان المدرب باش يعطي ربما ويفيد المنتخب التونسي بتفادي هذه الاخطاء. على كل عادة من جديد ومن زاويه مختلفه للهدف الثاني. المنتخب نشوفه زهير ذوادي، يتواقد زهير ذوادي، يتواقد زهير ذوادي، يوزع الهدف تاع الهدف يدلل به الفارق. إذا 2-1 والشرميتي يتمكن من تذليل الفارق في الدقيقة 94 على أثر مجهود كبير جدا قام به من ناحية اليمنى زهير الذوادي، وأمين الشرميتي يذلل الفارق وتصبح النتيجة هدفين لهدف. كما قلنا بالنسبة للمنتخب التونسي يسمو عبد الرحمن، شوف التوغل نتاع زهير الذوادي، توفيق متميز واللمسة ممتازة بين المدافع والحارس أمين الشرميتي. يلزم الأهداف هكا توفيق والتمركز وأيضا التوغل السريع من زهير الذوادي لتوزيع